حاولت التركيز أكثر على نفسي رغم الضغط والضجيج الذي يميز البطولات الدولية. حقيقة شعرت بالمساندة من قبل الجمهور، لكن عملت على التركيز بما أقوم به، فكانت النتيجة جيدة. باقي المنافسة سيكون خلال 4 أيام. أعتقد أنها تستطيع تحسين حركاتها أكثر، وهو ما سيكسبها عشرات من النقاط الإضافية ويحسن ترتيبها العام. نستهدف الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، ولما لا خلق الفارق كما سبق لها وأن فعلته.